للمزيد من النقاش والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا هاتفين الآن دكتور سمير صبري، وهو مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. توقيت هذه الشراكة، الأهمية والدلالة في الاستثمار المصري. طبعا توقيت هذه الصفقة الضخمة والاستثمار الأجنبي المباشر الكبير توقيتها مهم جدا، لأن احنا في مرحلة في أزمات ومربكات في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بنا، في مشاكل جيوسياسية ضخمة، فوجودها في التوقيت ده بيدل على ثقة المستثمرين على مستوى العالم في الاقتصاد المصري، الثقة الكبيرة بقوة ومتانة هذه الدولة، ايضا ان يبقى في ظل مشكله كبيره على حدودنا ويبقى في صفقات بهذا الحجم، ده بيدل على ان شاء الله المؤشرات ايجابيه وان العالم بينظر لينا نظره ان مصر كبيره جدا وعظيمه وفيها فرص ان شاء الله. دكتور سمير، يعني بالحديث عن هذه الصفقة الاستثمارية الأكبر من نوعها في تاريخ الدولة المصرية، حتى الآن نحن في انتظار يمكن خروج تفاصيل أوفى وأكثر دقة بالنسبة لأهمية هذه الصفقة وتفاصيل هذه الصفقة، ولكن من الواضح من خلال البيانات الرسمية ومن خلال بعض المفردات أنه نحن في انتظار انفراجة في التحديات الاقتصادية الحالية بشكل أو بآخر. من خلال خبرتك كيف تفسر هذا الأمر؟ طبعا احنا ان شاء الله وقت قليل ونعرف كل تفاصيلها من دولة رئيس الوزراء، ولكن زي ما حضرتك بتقولي في المجمل ان يكون في صفقة بهذا الحجم هيكون لها مفروض ايجابي جدا على الاقتصاد المصري، مش هتكون هي فقط الصفقة دي، ولكن هي بداية لدخول الاستثمار الأجنبي في مصر، وأيضا تشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع في مشروعاته وتشغيل المصانع والشركات وخلق فرص عمل. ده بيقول للناس كلها إن ما تم بذله من الدولة المصرية في العشر سنوات الماضية من نقلة كبيرة في البنى التحتية، في المرافق، في الطاقة، في الكهرباء، أتى الوقت اللي احنا نقدر نحصد ونشوف المجهود ده، المجهود الضخم اللي تم بذله يأتي في شكل توسع في الاستثمار، توسع في المشروعات الكبيرة، أيضا تحريك كبير لدخول النقد الأجنبي اللي يحللنا بقى مشكلة السوق الموازي وعدم توفر العملة الصعبة. كل ده إن شاء الله رب العالمين بيكون مؤشراته الإيجابية، ومن خبرتنا في التعامل حتى مع المستثمرين الأجانب ومع شركات كبرى كلهم بيتكلموا من الأمس على إن عندهم شهية مفتوحة للدخول إلى مصر، التوسع في شركاتهم، عايزين يعرفوا التفاصيل المشروع والصفقة، إيه اللي يقدروا يقدموه كمكمل وإنتجريشن من صناعة من خدمات لوجستية. كل ده إن شاء الله رب العالمين هيشعر بيه كمان المواطن في النهاية، هو ده الهدف الأسمى، يعني كل الشعب المصري يشعر بهذا التقدم الاقتصادي. دكتور سمير، في بيان مجلس الوزراء أمس يعني أشار البيان إلى أنها ليست الصفقة الأولى، ولكن مصر تعمل في الفترة القادمة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كيف يمكن الاستثمار والاستمرار في جذب هذه الاستثمارات في هذا التوقيت وفي الفترات القادمة في مصر؟ يمكن السؤال لحضرتك ده كان أحد الأسئلة الهامة اللي كانت بتدور في جلسات الحوار الوطني في لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ودايما كنا الإجابة عليها إن رقم واحد وجود بنية تحتية قوية تقدر تخدم على الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، قطاع السياحة، قطاع الخدمات، قطاع التعدين إلى آخره. ده تم بالفعل. أيضا التشريعات والقوانين كان ملف آخر ومحور آخر لسه محتاجين فيه شغل. أيوة لسه فيه شغل بيتم، والحكومة بتبذل مجهود ومجلس النواب بيشتغلوا بجد بشكل محترم في إخراج قوانين كثيرة. على سبيل المثال قانون الاستثمار 72 لسنة 19، قانون ضريبة موحدة إلى آخره. يبقى العنصر الأخير اللي كنا دايما بنتكلم عنه وهو البيروقراطية، الجهاز الإداري وتعامله مع المستثمر، تسهيل الإجراءات، الأوتوميشن، إن احنا نميكن كل الإجراءات وتكون عن بعد. ده بدأنا فيه خطوات، كان فيه الرخصة الذهبية وما تبعها من 22 قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. فنقدر نقول إن ما بذل من جهد بيأتي ثماره الآن، نستكمل عليه ونشتغل بقوة. هيدخل أكثر من استثمار وصفقات كبرى، عندنا مناطق جديدة، مصر بقى في دولة جديدة أضيفت إلى الدولة المصرية.
يمكن بالإعلان فقط عن هذه الصفقة بدون دخول في تفاصيلها يا دكتور، الإعلان الرسمي أو من قبله الحديث التي خرجت بشكل أو بآخر عن هذه الصفقة، انخفض أو انخفضت الأرقام بشكل ملحوظ في السوق الموازي. هل تتخيل أو تتوقع أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن التفاصيل وبعد التوقيع أن يعني يحدث انخفاض بشكل أكبر بكثير في السوق الموازي بشكل مباشر؟ طبعا الاقتصاد وقراراته بتكون مرتبطة كلها ببعض، فلما يبقى النهاردة أي حد بيشتغل في المضاربة على العملة وبيشتغل في سوق موازي ويعرف أن الدولة عندها حصيلة دولارية كبيرة هتدخل للبنك المركزي ويبدأ البنوك التجارية تخاطب كل العملاء، وده حصل بالفعل على فكرة من أسبوعين، وبقينا نقوله للناس في الإعلام، بدأت المخاطبة لكل المستوردين والشركات والمصنعين لوضع أولويات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية. بمجرد ده ما يحصل النهاردة إعلان رسمي من الحكومة يتبعها خطوة بتوفير وإتاحة الدولار، خلاص احنا كده لازم هينخفض، وهينخفض سعر الدولار في السوق الموازي، ويكاد يكون ان بعد بعض الاجراءات ايضا يجب ان تتخذها الدولة ممثلة في البنك المركزي هيبدأ تختفي ظاهرة السوق الموازي ان شاء الله في القريب جدا. ويمكن النهاردة الاسعار في السوق الموازي بتنخفض وهتنخفض اكثر بعد الاعلان. والله نتمنى نرى انعكاسه كمان على الاسواق، على يعني الأسعار. على الاسعار نهاية كل ده بإذن الله رب العالمين. يعني انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي هو ترجمته للمواطن وكل الشعب المصري هو انخفاض في أسعار السلع والمنتجات وتوفرها بإذن الله. طيب دكتور سمير، يعني لو نتحدث عن نقطة أشرت لها بشكل مباشر في جلسات الحوار الوطني ولها أيضا بعد مباشر على هذه الصفقات التي تتم، ربما تكون البداية من صفقة أمس ولكن بعد ذلك يعني لجذب المزيد من الصفقات الاستثمارية الأخرى، هي نقطة التخلص من البيروقراطية بشكل أو بآخر، يعني حتى لا تعود هذه البيروقراطية مرة أخرى في يعني المحاور والإجراءات لتخليص بعض الصفقات الاستثمارية المهمة لمصر، وكذلك أيضا في جذب المزيد من هذه الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي بالنسبة والعملة الصعبة بالنسبة لمصر. طب يعني هل هناك بعض الخطوات التي تتم أو مقترحة من قبل الحوار الوطني يعني ممثلة في لجنة الاستثمار حتى نتخلص من كل هذه العوائق؟ طبعا طبعا كان في مقترحات وكان في نقاش مع الحكومة، وكان بيحضر جلساتنا رئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وتم النقاش في أكثر من جزئية. أولها حضرتك إن احنا نقلل التعامل مع العنصر البشري، وده يعني مطلب مهم جدا، ولازم المستثمر سواء محلي أو أجنبي بيدخل على منظومة على بورتال سيستم أونلاين بيسجل الداتا، بيعرف ايه المتاح من اراضي، ايه المتاح من خدمات، اسعارها، تكلفتها، يقدر يشوف ده كله بدون ما يذهب الى موظف ويتكلم معاه. رقم اثنين ان احنا قلنا حمايه الموظف العام ايضا عشان ما نظلمش، ودايما نقول موظف الحكومه والبيروقراطيه هو احيانا بيكون خايف يمضي على ورقه، خايف ياخد قرار صحيح يتعرض الى مساءله. قلنا ممكن يطلع قانون حمايه الموظف العام في حين انه يكون يثبت ان هو عنده نية طيبة وما كانش بيستغل ده لصالح اي شيء غير سليم. يعني قلنا ايضا ان يجب ان توحيد جهات الولاية، ما ينفعش مستثمر في قطاع الصناعة يقعد يلف على كل جهات الدولة عشان يعمل رخصة، صناعة يبقى في جهة واحدة، التنمية الصناعية وليها قانون بينص على ذلك، السياحة يبقى بتعامل مع جهة واحدة، الزراعة يبقى مع جهة واحدة، الجهة دي هي اللي تخلص له كل حاجة مع الجهات الاخرى في الدولة، ويكون عندهم مدد منضبطة، أقول مدة 14 يوم عشان أحصل على هذا النوع من التراخيص. خلاص بقى يبقى كل موظفي الدولة هنا عارفين إن لو تعدى هذا التايم هيبقى فيه محاسبة ومسألة من المقصر. في إجراءات كثيرة وفي توصيات حصلت والحكومة شغالة عليها، ولكن يعني الأهم فيها تقليل الجهات ومثل يعني فكرة سياسة الشباك الواحد زي ما بنقول كده يعني. بالضبط، ما بقيناش نحب نقول كمان لفظ الشباك الواحد لأن الناس زهقت منه، فبنقول دلوقتي إن يبقى جهة واحدة. أنا عندي الصناعة ليها جهة، في كده زي ما بيقولوا ده الجاد فادر، يعني هو بتاع كل قطاع في قطاعات الاستثمار له
منفذ واحد وشباك واحد وجهه واحده هي صاحبه الولايه وهي اللي بتخلص له كل موافقاته مع اجهزه الدوله. الحقيقه دكتور انه الفكره اللي حضرتك بتقولها هي فكره قتلت بحثا في الدوله المصريه ومحاولات عديده لتطبيقها على وجه السرعه وتطبيقها بشكل جيد على ارض الواقع، لانه الحقيقه بكل التعديلات التي حدثت في الدوله من تشريعات ومن بيئه استثماريه لم تكن النسبه نسبه الاستثمار الاجنبي المباشر مرضيه بالنسبه للخبراء وبالنسبه حتى المسؤولين في الدوله بشكل كبير. لكن الحقيقة مع التحديات الكبيرة اللي موجودة دلوقتي بالنسبة لدخول النقد الأجنبي، إذا كانت تحديات متعلقة بتحويلات العاملين بالخارج، قناة السويس، عائدات قناة السويس، إيرادات السياحة، يعني عندنا تحديات كثيرة وشأننا شأن الدول العالم يعني، فأصبح بشكل أو بآخر الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الأجنبي داخل الدول المصرية هو طوق النجاة إنجاز هذا التعبير. كيف يمكن تنمية هذا الأمر بأنه الموضوع يبقى أسهل، ما يبقاش مشروع دولة كل مرة يبقى عندنا عقد أو استثمار أجنبي مباشر، لأنه أكيد المرحلة الجاية الدولة المصرية بتحتاج بشكل أو بآخر الاعتماد على هذا الأمر بشكل كبير، لأنه طبعا احنا عارفين أنه مثل هذه العقود هي مسألة معقدة جدا. طبعا طبعا، ولذلك تأكيدا لكلام حضرتك، كان دولة رئيس الوزراء في السابق من فترة قريبة جدا أعلن أنه هيعين مكاتب من أكبر مكاتب المحاماة الدولية لتكون هي الوسيط القانوني في الصفقات الكبرى وفي التخارج من الشركات لتسهيل الإجراءات، وعلشان كمان لغة المخاطبة مع المستثمر الأجنبي تكون بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. اللي عايز أقول لحضرتك، احنا فعلا من سنوات كثيرة واحنا بنتكلم عن الشباك الواحد ومشكلة البيروقراطية والموظف التعامل مع الجهات، يمكن الفترة الأخيرة لا، في طفرة جديدة بسبب لأن البنية التحتية اختلفت. حضرتك النهاردة لما تشوفي الوزارات والهيئات في العاصمة الإدارية الجديدة، المناخ العام للموظف فيه تدريب وتأهيل كثير من الكوادر اللي بتتعامل خصوصا مع ملف المستثمرين، لا في اختلاف. ده بيعود بالنفع ايضا على ان الموظف لما بيكون متاح ليه موارد افضل، مكاتب افضل، سيستم للكمبيوتر والكلام ده بيسهل، هو مش عايز في الاخر. وحضرتك قلتها، هي حمايه الموظف، لانه بالضبط. مساله التوقيع ده امر يعني غايه الصعوبه بالنسبه لاي موظف عام. طبعا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.